نأتي إلى المبحث الثاني وهو الحذف. الحذف يأتي على ثلاث صور: حذف المسند، وكما قلنا إن المقصود بالمسند هو الفعل أو الخبر، وحذف المسند إليه يعني المبتدأ أو الفاعل، وحذف متعلقات الفعل. نأتي إلى الصورة الأولى وهي حذف المسند. المسند كما ذكرنا قد يكون اسما وقد يكون فعلا. اسما يعني يكون خبر، وفعلا وما قلناه في حذف المسند إليه يمكن أن نقول هنا، مع أن المسند إليه أكثر أصالة في الجملة من المسند. أغراض حذف المسند: الغرض الأول ألا يكون في ذكر المسند فائدة. يعني لماذا نحذف المسند مثلا عندما لا يكون ذكره له فائدة؟ فمثلا إذا سأل سائل من كاتب العربية في العصر الحديث، نقول مصطفى صادق الرافعي، والتقدير مصطفى صادق الرافعي كاتب العربية في العصر الحديث. فحذف المسند لأنه لا فائدة من ذكره، لأنه معلوم من سياق الكلام قبل ذلك. وابن مالك نبه إلى هذا عندما قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. إذا قلنا من الذي حرر فلسطين من الصليبيين، نقول صلاح الدين. أصل الكلام صلاح الدين الأيوبي حرر فلسطين، فهنا يعني حذف المسند لأنه لا فائدة من ذكره، لأنه دل عليه دليل قبل ذلك. الصورة الثانية الذي يحذف فيها المسند أن يكون جوابا عن سؤال مقدر. قال الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ضارع لخصومة يعني مستغيث من خصومه، والضارع هو الضعيف من الرجال. مختبط طالب الرفض أو الرفض، الذي يسألك ويطلب معروفك من غير سابق معرفة. كلمة يبكى فعل مضارع مبني المجهول، ويزيد نائب فاعل. فكأن سائلا سأل من الذي بكى يزيد، يعني يزيد هذا عندما مات من الذي بكاه، ومن الذي تحسر عليه، ومن الذي رثاه. فقال الشاعر يبكيه ضارع، يبكيه ضارع، وقلنا ضارع يعني الضعيف من الرجال. هذا الرجل الضعيف عندما مات يزيد بكى عليه لأنه كان يتقوى به. وكذلك المختبط يعني الذي يسأله من دون سابق معرفة، يسأله فيعطيه من ماله ومعروفه. إذن هنا حذف المسند وهو الفعل، حذف هنا المفعول به أصلا يبكيه، كأن سأل قال من الذي يبكي يزيد، أو من الذي بكى يزيد، قال يبكيه ضارع، يبكيه ضارع. يبقى كلمة ضارع هتبقى فاعل لفعل محذوف تقديره إيه؟ يبكيه ضارع. إذا تقدم في الجملة ما يدل عليه، قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها. المسند محذوف، أكلها دائم وظلها دائم أيضا. يبقى إذا تقدم ما يدل عليه حذف. ومن هذا قول الله عز وجل في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء أيضا. بقى يحذف المسند بعد إذا الفجائية. الفرق بين إذا الفجائية وإذا الشرطية: إذا الشرطية تأتي بعدها جملة فعلية، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، وتحتاج إلى شرط وجواب. أما إذا الفجائية لا تحتاج إلى شرط وجواب، وتأتي بعدها جملة اسمية. قال تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى. أقول مثلا خرجت فإذا الأسد واقف على الباب، ها
هذه تسمى إذا الفجائية، تليها أو تقع بعدها جملة اسمية. فإذا قلت خرجت فإذا القمر، يعني فإذا القمر ساطع أو طالع، فهنا يجوز حذف الخبر أي المسند بعد إذا الفجائية عند من عدها من النحاة حرفا. لكن بعض العلماء يقول إنها ظرف زمان، وبعضهم قال إنها ظرف مكان. من المواضع أيضا إذا كان خبر إن، أقول إن ربا وإن نصيرا، يعني إن لنا ربا وإن لنا نصيرا، فحذف خبر إن في هذه الجمل. كذلك من حذف المسند الاختصاص، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. حذف في هذه الآية المسند إلى ضمير المخاطبين وهو الفعل. أنتم فاعل لفعل محذوف، لأن لولا لا تدخل إلا على الأفعال، والأصل لو تملكون فتملكون، فحذف الفعل تملكون الأول احتراز من العبث لوجود المفسر وهو تملكون الثاني الذي كان قبل الحذف توكيدا له. ولما حذف الأول انفصل الضمير الذي كان متصلا وهو الواو. لنستمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لو أنتم، قل لو أنتم، معلوم أن لو في اللغة العربية تليها يعني تقع بعدها جملة فعلية. أقول مثلا لو ذاكر محمد لنجح، لو ذاكر محمد، إذا تلتها جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، وتسمى حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع النجاح لعدم المذاكرة. طيب قل لو أنتم، أنتم هذه تعرب فاعل لفعل محذوف، أين الفعل المحذوف تقديره؟ تملكون. طيب نعرف تملكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل هو واو الجماعة الضمير الموجود في تملكون. لما حذف الفعل انفصل الضمير وبرز، انفصل يعني صار منفصلا وقد كان قبل ذلك متصلا، فصار أنتم. لكن لو أتينا بالفعل أقول تملكون تبقى صارت واو الجماعة ضمير متصل. فلماذا حذف الفعل هنا؟ للاختصاص، قل لو أنتم، أنتم وليس غيركم، قل لو أنتم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الصورة الثانية حذف المسند إليه وهو عكس المسند. من الحالات التي يحذف فيها المسند إليه أن يكون المقام مقام مدح أو ترحم أو ذم. يقول إبراهيم بن العباس، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. فتى غير محجوب، التقدير هو فتى، هو فتى، فحذف المسند إليه لأن المقام مقام مدح، فهو يمدح هذا الممدوح ويقول هو محجوب الغنى عن صديقه، يعني يعطي من غناه لصديقه، لم يكن بخيلا ولا مقترا في ماله. أيضا عمر بن أبي ربيعة يتحدث عن الترحم، فيقول ربع قواء أذاع المعصرات به وكل حيران صار ماؤه فضل. الربع هي دار الحبيب أو دار الأحبة، فعندما مات هذا الإنسان وترك داره فمر عليه هذا الشاعر فقال ربع قواء، يعني هو ربع أو هذا ربع، فحذف المسند إليه وهو هو أو هذا لأنه يريد أن يترحم
على حال الدار بعد أن كانت مؤنسة بأصحابها. الشاعر يقول: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه. هذا المثال يقول إيه؟ سأل الأقيشر ابن عم له موسرا فمنعه ولم يعطيه. هذا الرجل سأل ابن عمه أن يعطيه لأنه كان غني، فمنعه ولطمه على وجهه، فشكاه إلى قومه وذمه، فقال: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس على ما في بيته بمضيع. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، يقول إن ابن عمي سريع إلى لطم الوجه وليس إلى داع الندى، يعني الكرم، بسريع. فتقدير الكلام هو سريع، أو ابن عمي سريع إلى لطم الوجه، فحذف، يعني ذكر المسند إليه هنا للذم لأنه يريد أن يذم ابن عمه. أيضا من حذف من ذكر المسند إليه ضيق المقام عن الإطالة في الكلام. فإذا سألك سائل وكنت مريضا وقال لك كيف حالك، تقول مريض، أو تقول أنا بخير. كيف حالك؟ تقول بخير. التقدير أنا بخير، لكنك حذفت المسند إلي. لأن توجعه جعل المقام ضيقا فاقتضى الحذف. يعني الإنسان لم يشعر بوجع ولا يريد أن يكثر في الكلام، يقول له كيف حالك فلان، تقول بخير. التقدير أنا بخير، فحذف المسند إليه وهو كلمة أنا، لأن المقام ضيق عن إطالة الكلام. ومن هذا قول الشاعر: قالوا لي كيف أنت، قلت عليل. التقدير أنا عليل. وقد يكون الحذف بسبب ضيق نفس. قال تعالى فيما حكاه عن سارة زوجة سيدنا إبراهيم: فصكت وجهها، يعني لطمت خديها، وقالت عجوز، يعني أنا عجوز عقيم. لم تقل أنا عجوز عقيم بسبب ما تحسه من ضيق، فلم تأتي بالمسند إليه وإنما حذفته. أيضا المبادرة، يعني من حذف المسند إليه حتى لا تضيع الفرصة. فمثلا إذا رأى أحد الناس الذين يترقبون صيدا تقول غزال، التقدير هذا غزال، يقول غزال ولا يأتي بالمسند إليه حتى لا تضيع الفرصة على القناص أو الصائد. وكذلك إذا رأيت حريقا فتقول حريق ولا تقول هذا حريق، لأنه لا يوجد وقت أو سعة في الوقت أو الحديث فتريد أن تنقذ هذا الموجود أمامك. اتباع الاستعمال ورد عن العرب، وهذا كما قلنا يقال في الأمثال. فإذا قلنا رمية من غير رامي، التقدير هذه رمية من غير رامي. فلماذا حذف المسند إليه؟ اتباعا للاستعمال الوارد عن العرب، لأن الأمثال تحكم كما قيلت. سهولة الإنكار إذا دعت الحاجة. قال الله عز وجل: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. بلاغ يعني هذا بلاغ. من محسنات الحذف كذلك سهولة الإنكار إذا دعت الحاجة. بلاغ يعني هذا بلاغ، فما أجمل هذا الحذف. يقول: وقد عرفنا عند الحديث عن الجملة أن المسند إليه قد يكون مبتدأ أو فاعلا، وقد تحدثنا عن محسنات أو الأغراض التي من أجلها حذف المسند إليه إذا كان مبتدأ. أما إذا كان فاعلا فهناك محسنات كثيرة وأغراض كثيرة لحذفه، منها ما يتصل باللفظ، ما يتصل باللفظ كالمحافظة على السجع. نقول: من طابت سريرته حسنت سيرته. لو قلنا أحسن الناس سيرته لضاع السجع، ومعروف أن السجع توافق الفقرتين في تنتهي بحرف واحد، كقولنا الحمد لله رب العالمين
ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، هذا كله يسمى سجع. من طابت سريرته حمدت سيرته، لو قلنا حمد الناس سيرته لضاع السجع. من طهر قلبه فرج كربه، من طهر قلبه فرج كربه، لو قلنا من طهر كربه فرج الله كربه لضاع الايه السجع. وكذلك منها ما يتصل بالمعنى، المعنى غير اللفظ، المعنى كالإيجاز والاختصار، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لو قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبكم الناس به لضاع الإيجاز، يبقى هنا القصد من حذف الفاعل وهو المسند إليه هو الإيجاز والاختصار. كذلك إذا يحذف الفاعل إذا كان معلوما للسامع، خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا، أصلا خلق الله الإنسان، فهنا حذف الفاعل أي المسند إليه لأنه معلوم للسامع. وقد يحذف الفاعل المسند إليه خوفا منه أو خوفا عليه، خوفا منه كقول المستضعف بيعت البلاد، ولا يذكر الفاعل خوفا منه. مثلا إذا قلت مثلا أخذ القلم وأنت تعرف من الذي أخذه ولكنك خفت منه ومن بطشه ومن جبروته، فتحذف الفاعل هنا خوفا منه. وأحيانا خوفا عليه، لو أن ابنك أخذ قلما وجاء أخوه وقال يا أبتي أخذ القلم ولم يذكر الفاعل رغم أنه يعرفه، خوفا عليه من الضرب. وقد يحذف لأنه لا يتحقق غرض من أغراض الأغراض بذكره، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نلاحظ ليس هناك غرض يتحقق من ذكر الفاعل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ذكر الله أصلها ذكر فلان الله، وإذا تليت عليهم آياته، إذا تلا فلان آيات الله، هنا حذف الفاعل لأنه لا يتحقق غرض من ذكره، فأي تال أو أي ذاكر يتأثر المؤمن به، سواء كان هذا التالي أو الذاكر رجلا صغيرا أم كبيرا، شابا عجوزا طفلا امرأة، أي ذاكر لا المؤمن يتأثر به. كذلك يحذف المسند إليه عندما يوجه المخاطب لحديث النفس لنستمع، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فإذا نفخ في الصور لم يقل القرآن فإذا نفخ إسرافيل في الصور، إذن حذف الفاعل وهو المسند إليه في هذه الآيات لأن المخاطب يوجه اهتمامه لنفس الحدث ولا يعنيه من الذي نفخ في الصور، فإنه في مشاهد القيامة كل إنسان يتأثر بما يراه من أحداث. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض، لم يقل ربنا من الذي يحمل الأرض من الملائكة، فإذا المشاهد يتأثر بما حوله، فالمسند قد حذف في ذلك لأن الذي يريده القرآن أن يوجه الناس إلى هذه الأحداث الجزام العظام دون أن يشغلوا أنفسهم بمن فعل هذه الأفعال. فأيا كان النافخ في الصور وأيا كان الذي يدك الأرض ويبدلها، كل هذا نجده لا يذكر في الآيتين، إذ ليس هناك هدف كبير يتحقق من ذكره. الصورة الأخيرة من هذه المحاضرة حذف متعلقات الفعل، حذف متعلقات الفعل، ذكرنا في المبحث الأول ذكر متعلقات الفعل وهنا نذكر العكس. فقد يحذف المفعول به بقصد الإيجاز، قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلع الله فلن تجد له نصيرا، التقدير ومن يلعنه الله، شوف ومن يلع الله لأن لعن فعل يتعدى إلى مفعول، فالتقدير ومن يلعنه، فحذف المفعول به لقصد الإيجاز والاختصار، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم. والله خبر بما تعملون يعني تعملونه،
فحذف المفعول بقصد الإيجاز والاختصار. إذا كان ذكره يوم بغير المقصود، وقم زدت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم. يقول هذا البحتري الذي يمدح الشاعر فيقول: لقد ذدت عني كثيرا ودفعت عني شدة أيام قاسية بلغت الشدة فيها مبلغا. الشاهد في قوله حززنا إلى العظم، وكم زدت عني دفعت عني من تحامل حادث وثورة أيام، يعني شدة أيام، هذه شدة الأيام حززنا إلى العظم، يعني حززنا اللحم إلى العظم، يعني قطعنا اللحم إلى العظم. فهنا حذف المفعول به وهو اللحم، وهذا كناية عما لاقاه من كرب، لكنه لما حذف المفعول قال حذفنا إلى العظم، لأنه لو ذكر المفعول لتوهم أن الذي حز بعض اللحم وبقي لبعضه أثر، لكنه أراد أن ينفي هذا التوهم ويبين أن الشدة بلغت مبلغا ليس بعده مبلغ. قال حززنا إلى العظم، لأنه لو قال حززنا اللحم إلى العظم لتوهم متوهم أن شدة هذه الأيام قطعت بعض اللحم إلى أن وصلت إلى العظم، فحذف المفعول هنا حتى لا توهم بعض الناس أن شدة أيام قطعت بعض اللحم، لا، فلما حذف المفعول نفى هذا التوهم وبين أن الشدة بلغت منه مبلغا ليس بعده مبلغ. يحذف المفعول به إذا كان معلوما بدلالة الحال، فمثلا لو كان هناك ذكر المفعول فيتحدث إنسان ونقول هل أهنتم، هل ضربتم، أضربتم، أضربتم، فيحذف المفعول لأنه جرى له ذكر من قبل، وكأنه يمكن أن يقع منه إهانة لهذا المتحدث عنه. وقد يحذف أو يعرف المحذوف بدلالة الحال، يقول الشاعر البحتري: شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع، يعني أن يرى مبصر محاسن هذا الممدوح ويسمع واع أخبار هذا الممدوح، فحذف هنا المفعول لدلالة الحال. قال تعالى: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. التقدير أنزل ربنا خيرا، هنا حذف المسند وليس مما نحن فيه الآن. توجيه النفوس لإثبات الفعل للفاعل: ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حذف المفعول به هنا في أربعة مواضع: أمة من الناس يسقون، تذودان، لا نسقي، فسقى لهما. وإنما حذف المفعول هنا لأن الغرض الأول هو إثبات الفعل للفاعل ولكون المفعول معلوما. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يسقون يعني يسقون الخمر، هي يسقون الغنم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان يعني تدفعان الغنم، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما يعني سقى لهما الغنم ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
يبقى وجد أمة من الناس يسقون. يسقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة فاعل. أين المفعول حذف؟ يعني يسقون الغنم أو الماشية. وجد ووجد من دونهما امرأتين تذودان، يعني تدفعان. تدفعان إيه؟ تدفعان الغنم أو تدفعان الماشية. قالتا لا نسقي. لا نسقي يعني الغنم أو الماشية. فسقى لهما يعني الغنم أو الماشية. فحذف المفعول في هذه الآية في أربعة مواضع للغرض إثبات الفعل للفاعل ولكون المفعول معلوما من سياق الآيات. وأحيانا يقصد بحذف المفعول هو التعميم، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو كل مكلف ويدعو كل أحد، ومنها تعظيم شأن المفعول به فيحذف تعظيما لشأنه. قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، يعني قد طلبنا لك مثلا، هنا يمدح الممدوح ويقول قد طلبنا لك مثلا، فحذف مثلا تعظيما لشأن هذا الممدوح. وأحيانا يحذف المفعول تأدبا في القول، كقول أمنا عائشة رضوان الله عليها ما رأيت منه، أي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا حذف وذلك تأدبا في الكلام والقول. آخر جزء البيان بعد الإبهام، فلو شاء الله فلو شاء لهداكم أجمعين. أصلها لو شاء هدايتكم، فحذف هنا للبيان بعد الإبهام. خلاصة هذه المحاضرة، الأصل في الكلام أن تذكر أجزاؤه التي تؤدي معناه، وقلنا أجزاء يعني المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، لكن قد يذكر المسند إليه لأغراض عرفناها، وقد يحذف لأغراض عرفناها، وكذلك المسند أيضا يذكر الأغراض عرفناها في المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.